رغم إعلان مسؤول حكومي يمني انسحاب مسلحي الحوثيين والقبائل الموالين لحزب الإصلاح من بعض المواقع في منطقة همدان شمال صنعاء، إلا أن التوتر لا يزال سيد الموقف، بل إن مصادر في السلطة المحلية أكدت لبي بي سي بقاء بعض مسلحي الجانبين في أجزاء من المنطقة رغم انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة الأمنية العليا لإخلاء تلك المواقع. متحدث عن الحكومة كان قد أعلن استعداد الجيش للانتشار في المواقع التي أخلاها المسلحون، ولكن السؤال هو ما هي قدرة الجيش اليمني على بسط سيطرته على مناطق الصراع حول صنعاء وفي غيرها من مناطق البلاد في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي وتعدد الولاءات داخل مؤسسات الجيش والأمن؟ لا يزال التوتر مخيما على مناطق القتال بين الميليشيات التابعة للحوثيين والقبائل في منطقة همدان المطلة على العاصمة صنعاء. فبالرغم من قرار اللجنة الأمنية العليا بالتدخل لردع تحركات الميليشيات في منطقة همدان والتي باتت تهدد العاصمة صنعاء وتبعد عنها أقل من 10 كيلومترات فقط، ومع انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة لميليشيات الحوثيين ومسلحي القبائل المدعومين من حزب الإصلاح لإخلاء مواقعهم، لا يزال بعض المسلحين يتمركزون في مواقعهم وفقا للسكان المحليين، إلا أن السلطة المحلية أعلنت مغادرة المسلحين لمواقعهم. الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام أكد لبي بي سي في اتصال هاتفي مغادرة المسلحين الحوثيين لمنطقة همدان، كما نفى في نفس الوقت وجود تحالف بينهم وبين علي عبد الله صالح، رغم اعتراف عبد الجندي بذلك التحالف في آخر مؤتمر صحفي عقده بصنعاء. من الذي خلى المؤتمر يروح مع الحوثي؟ الضغط على الإخوان المسلمين، هم يضغطوا علينا، ودي لهم البريد اللي يضغط عليهم. عوامل كثيرة فجرت الصراع المسلح بين الميليشيات التابعة للحوثيين والقبائل في مناطق عدة بالشمال اليمني، بعضها يرتبط بالصراع السياسي بين الحوثيين والقوى القبلية والعسكرية التي ثار ضد النظام السابق، وبعضها يحمل بعدا فكريا ومذهبيا يترجم على أرض الواقع بتدمير الحوثيين لمساجد السنة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم بحسب اتهامات خصوم الحوثيين. لكن أتباع الحوثيين الذين يسمون أنفسهم أنصار الله يقدمون تفسيرهم الخاص لاتهامات خصومهم لهم بتدمير المساجد. إذا سلمنا بالأمر هذا ليس بصحيح أن الحوثيين يقومون بهذا وكأنهم من خرجوا ليس من اليمن ومن الثقافة اليمنية والحكمة اليمانية، فكيف نقول الذين فجروا وسط دار الرئاسة وسط جامع النهدين وسكت الكثير عليها، ولهذا هي أكثر منها هي مكايدات سياسية. ينظر كثير من اليمنيين والباحثين بارتياب للتحالف القائم بين الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح، لكنهم يعتبرون قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وما نصت عليه من عقوبات ضد المعرقلين ضامنا قويا لأمن ومستقبل اليمن. أعتقد أن معايير انطبقت جدا على جماعة الحوثي في أعمالها الأخيرة ما بعد قرار مجلس الأمن، وبالتالي هي لا تدرك للأسف مدى خطورة قرارات مجلس الأمن تحت البند السابع، وهي إما تتحدى هذا المجتمع الدولي أو أنها تتصرف بغباء. في هذا الجبل بالتحديد يقع أول موقع للجيش اليمني، وهو أول موقع لحماية العاصمة صنعاء، فيما يتمركز الحوثيون على هذه القرية البعيدة التي تسمى بيت نعم. هنا لا يزال الوضع متوترا، والخنادق التي شاهدناها توحي بأن المواجهات قد تتجدد في أي لحظة، فيما يؤكد الجيش أنه لن يتفرج ثانية على التحركات التي تهدد العاصمة صنعاء. من منطقة همدان، عبد الله غراب، بي بي سي.